حنا الرابيز ما شديناش دفينا تاعينا وما جاب الله شيء، وحنا ربع النفوس عندنا واحد مريض مرض عقلي، دريتي عيانه مريضه، ما كانش اللي يجيب لنا 4 دريال عوين. واليوم جينا دو مع المقدم اللي كارين عدو، قال لي ما نعطيك شيء تاع المقدم اخر، مشيت عند المقدم الاخر اللي علينا في المشروع الجديد. قلت له ودي مقيدني القيد الله يجازيك بخير، شوف لي انت يحتوي المعاونه. عقب شدني ما بغاش يجي معايا، قلت له راك مخزن عندي حق ندوي معاك، هاي ندوي معاك. عقب دفعني جابني طايح في القياده، وبقيت طايح تما دمي بقى دايز. تجا القايد طلبني خرجني خرجت حالاتي. قمنا قيدنا به الدعوه، مشينا للعماله، عقب طالبوني الباشا وداك الشيء، قال هو ما تلاش خدام هنا، الله يجازيك بخير غير سمح لي. واش تعي طالبوني لوجه الله، تانا حشمت رعيت على وجه الله، من تعدى علينا ربي يتعدى عليه. وكان طلبوا صحاب الرميزه بغاو يعاونونا في سبيل الله لوجه الله، ما بغاو شيء الغال الله، ما عندي ما نطلب فيه، المطلوب الله، الرزاق الله. واش غنقول يعطيني الفلوس؟ انا صيرت هذه 4000 ريال اليوم يخلفها الله. قيدنا على البوليس درنا سفراتيكا، هو قال ما نسمحوش ما تسمحوش ليه، ولا كان بطلبنا اليوم العماله والباشا ولو هذاك اللي مقابل تما اطلبنا ومالينا عار الله. قلنا شنا تاعينا قلنا لهم، هو قال ما طلعش يخدم هنا، وقمنا سمحنا ليها سيدي شرقنا ذاك الشيء تاع الكواط. انا وليدي الله يثبت اجركم، راه حنا كنولي عام مسلمين في بعضياتنا وما كنديروش لهاد الحال بحال هكايا، راه حشومه راه حشومه. واش الراجل كبير وداير لي هذيك الحاله مالو؟ حشومه عليه. الله يجازيكم بالخير والاحسان، الله يدوق سيرفيسكم على خير وبخير. رحنا عام مسلمين في بعضياتنا، مشى المقاطعة وقال لك ضربني عايرني، احنا ما حاضرين ليه، احنا ما حاضرين، اللي حاضرين نقولوها، اللي شنا بعينينا نقولوها، احنا راه بقى لينا على القبر والكفن. عاود لي قال لك ضربني وقرفصني وجريت كيما كو شد العكاز وقعد يخبط فيا، حشومة عليه. انا ما حاضرش، وقع لي راه كاع مضروب من حنكور طيح على يده كيما كايا، وبيتي تشكو بظهرو ما رقدش، ومشى عاد حمزه في العماله يدوي على حقه. كنطلب منهم نعنا ما يكرفسوش هذاك الراجل، ما يكرفسوش حشومه.